الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعود إلى كتاب الموطأ، ومع كتاب صلاة الليل عرفنا الباب الأول ما جاء في صلاة الليل، ثم اليوم إن شاء الله مع الباب الثاني وهو باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر، والذي يعرف عند العلماء بوتر النبي صلى الله عليه وسلم. والوتر يعني احنا دائما عقولنا تذهب مباشرة إلى الركعة الأخيرة التي يختم بها الإنسان يعني صلاة الليل، بينما الوتر هو يعني غير العدد الزوجي، يعني غير الشفع، يعني دائما يكون العدد يكون فيه زيادة على الشفع فيسمى وترا، فالثلاثة وتر والخمسة وتر والسبعة وتر والتسعة وتر 11 وتر 13 وتر وهكذا. إذن وبالتالي فلما نقول وتر النبي صلى الله عليه وسلم نقصد به يعني كل صلاة الليل التي يختمها بركعة الوتر، هذا الذي فعلا يقصده العلماء لما يتكلموا يقولوا وتر النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك أولا عندنا الحديث الأول الذي يرويه الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير، وعروة بن الزبير بن العوام أحد العشر المبشرين بالجنة كما نعرف، عن عائشة، وعائشة خالته، لأن عروة هذا بن الزبير ابن أسماء أيضا بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة، فعائشة خالته زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة، 11 ركعة يوتر منها بواحدة، فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن، اتكى على شقه الأيمن. إذن فهذا مثال من جملة الأمثلة، أمثلة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يصلي 11 ركعة. طبعا هذه لها صور كثيرة كما يعني بينتها السيدة عائشة في حديث أخرى، أنها يعني عدة صور، مش دائما فقط يعني ركعتين وسلم ركعتين وسلم، فيها صور سنذكرها إن شاء الله. نعم. قال اضطجع على شقه الأيمن، لما يكمل الصلاة تاعه تاع الليل يتك على شقه الأيمن، قيل للاستراحة من طول القيام، وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قد تكون ثلثي الليل، يعني يقسم الليل على ثلاثة، الثلثين ثلثين قيام، وربما نصف الليل كما ذكر الله عز وجل عنه، ذكر الله عز وجل يعني خيره يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، انقص منه قليلا أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا. وقالوا في آخر الصورة إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، وقيامه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة كما ذكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة فافتتح البقرة، تصور بقرة
اللي فيها يعني قرابة 5 أحزاب. قال لما يكملها يركع، كملها صلى الله عليه وسلم، وهو دخل في النساء، بكر كانت النساء مقدمة على آل عمران. ثم قال دوك يكمل ثاني النساء، والنساء تقريبا 3 أحزاب وزيادة. قال لما يكملها يركع، كملها ودخل في آل عمران. لا إله إلا الله، شكون اللي يقدر الشيء هذا؟ شيء عظيم حقا. ثم أيضا قراءته قراءة مسترسلة كما ذكرت أم سلمة رضي الله عنها، وكان يقف عند رؤوس الآية ويطيل بها صوته. هذه كانت قراءته، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. تصور واحد يقرأ في البقرة بهذه الصورة بهذه الصغار، يعني ما يجي فيها 3 سوايع 4 سوايع عادي. نعم هكذا كانت قراءته. طيب ولذلك يعني فعلا ورد عنه انه تشققت قدماه من طول القيام صلى الله عليه وسلم، رجليه تشقوا من طول القيام فعلا لهذا السبب. تصور يجيب واحد نص الليل خاصة ليالي الشتاء طويلة وهو قائم بهذا المعنى. نعم. ثم 11 ركعة واضح كما تقول في حديث آخر، ما زاد صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، كانش يزيد عليها في رمضان ولا غير رمضان، ما زاد على هذا العدد هكذا. إذن فمن طول القيام كان لما يكمل يضطجع يتك على شقه الأيمن، وقيل ارتجاعه أيضا ورد هذا بعد الفجر عندما يصلي ركعتي الفجر، كي يدخل يعني يذل المؤذن يصلي ركعتي الفجر ويضطجع، حتى بعض العلماء عدها سنة، الاضطجاع بعد ركعتي الفجر سنة كما عند يعني الإمام ابن حزم وغيره، لكن ليست سنة وإنما يعني لمن يعني أراد ذلك أو لمن تعب يعني كثير من القيام فلا بأس بذلك. وحنا أيضا كما تعرف يعني مباشرة بعد الأذان يعني يا ربي 24 دقيقة، بعض الجهات ربما 25 دقيقة صلاة الصبح، بتين معنى معاش عندك وقت باش تضطجع. بين النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر كي يسمع الأذان الثاني يقول الصلاة خير من النوم، يصلي ركعتين خفيفتين كما سيأتينا عن عائشة رضي الله عنها، ثم يضطجع يتكع حتى يأتيه بلال يأذنه الصلاة الصلاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم كانوا يطولوا، نعم حتى يعني من يتحقوا مليح من يدخل الفجر، نعم او الصبح يعني. هذا بالنسبة للحديث الأول. الحديث الثاني قال وعن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، يصلي 4، عدت تبين الآن بعض صور الوتر، يصلي 4 ركعات ما مضاها ويسلم، يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن عن حسنهن وطولهن، يعني ما شاء الله قيام طويل وركوع طويل وقيام من الركوع طويل، وكذلك أيضا طول في السجود ودعاء طويل هكذا، لا تسأل عن حسنهن وطولهن، طول فيهم. ثم يصلي 4، شحال عدد؟ 8، 4 و4، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3، شحال عدد؟ 11. هذا صورة من صور الوتر. نعم.
ربعه ويسلم ربعه ويسلم وبعد يقوم يصلي ثلاثه ما راها في جلسه بعد ركعتين ما فيهاش 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 وفيه صوره اخرى فيها الجلسه وفيها صوره اخرى فيها تسليم يسلم ثم يوتر بواحده كما سياتينا ان شاء الله. اذا ربعه ويسلم ربعه ويسلم بعد ثلاثه مع بعضها هذه صوره كما ذكرت عائشه رضي الله عنها. قال فقلت قالت عائشه فقلت يا رسول الله اتنام قبل ان توتر اتنام قبل ان توتر؟ فقال يا عائشه ان عيني تنامان ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم. هذا من الخصائص يسموها العلماء خصائص النبويه داخل ضمن الشمائل النبوية يعني من الأمور الخاصة به لا يشارك في أحد من البشر خاصة بالأنبياء. نعم. إذن فلاحظ لما سألت كيف يعني أتنام قبل أن توتر قال العلماء هذا المقرر عندها مقرر عندها أن الإنسان قبل يعني إذا كان عارف روحه ما عندوش عزم ما عندوش يعني إرادة قوية للقيام ويخاف باللي يعني معناه ممكن ما يفيقش فالأفضل أن يوتر قبل أن ينام. وقيل أخذت هذا عن أبيها أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يوتر ثم ينام بينما عكسه عمر رضي الله عنه كان يعني فعلا يعني ينام ثم يقوم للقيام ويوتر في آخر الليل. كل واحد على حسب العزم. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم يعني ثلاث أشياء منها ذكر منها وقال وأن أوتر قبل أن أرقد أوتر قبل أن أرقد. قال العلماء هذا لمن ليس له عزم ولا حزم على القيام عارف بلي معناه ما يقدرش والله ممكن تغلبوا عينه والله تعبان ها والله به مرض فالأفضل أن يوتر ثم يعني ينام. أما اللي يعني ما شاء الله ربي يفتح عليه في القيام وعاد يعني عنده سنة وخاصة اليوم احنا عندنا ما شاء الله المنبهات هذه عندك البورتابل عندك الرافاي عندك يعني أي وسيلة من الوسائل اليوم نوضك حتى من أصبح الإنسان عاد يعني يجيه وقته عنده رافاي طبيعي يجيك وقتك خلاص بعد نوض وحدك عندك أربع سوايع ولا خمس سوايع تلقى تعرقاد لما تفوت الخمس سوايع خلاص تفيق وحدك. هؤلاء ما شاء الله على أصبح عندهم يعني معناها نعمة من الله عز وجل نعمة فالأفضل أن يقوم الإنسان بالقيام ويعني يخلي آخر شيء يختم به صلاة الليل وهو الوتر كما قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم وترا اجعلوا آخر صلاتكم وترا يختم بها يعني صلاة الليل. نعم شيخ الله يؤخذ التشهد هي طبعا هي طبعا يسلم انا قلنا يتشهد ويسلم في الرابعة ايه يؤخذ التشهد لا ما كان لا اربع ركعات مع بعضها ما فيهاش تشهد كما الظهر ولا العصر لا ما فيهاش الا في الاخير فقط الا في الاخير الانسان يعني يتشهد ويسلم ثم يقوم لي الرابعة الاخرى هكذا ركعتين انا قلنا اربعة هذه صورة من صور متره صلى الله عليه وسلم هذا ذكرتها السيدة عائشة قالت يصلي اربعا فلا تسأل عن طولهن عن حسنهن وطولهن ثم يزيد ايضا ويصلي اربعا فلا تسأل عن طولهن عن حسنهن وطولهن ثم يعني قالت يوتر بثلاث. بعض العلماء يعني قال لك شو الحكمة؟ شو الحكمة أنها يعني أنه يصلي 11 ركعة في الليل ولا يزيد على ذلك كما قالت ما زال أو ما كان رسول الله يزيد في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة. قال الحافظ ابن حجر الذي شرح صحيح البخاري رحمه الله قال والحكمة مشابهة تهجد الليل بالصلوات النهار مش عارف فيه تشابه كما صلاة الليل كما صلاة النهار
صلاة النهار تبدأ من الظهر قديش فيه؟ ربعة. والعصر ربعة. والمغرب ثلاثة. صافي الربعة والربعة وثلاثة 11. هذه صلاة النهار. فكذلك قال يعني يشابهها في صلاة الليل اللي هو تهجد. فكان أيضا يصلي بهذا الشكل أربعة أربعة ثلاثة. ففي تشابه. قال فناسب أن تكون صلاة الليل كصلاة النهار في العدد جملة وتفصيلا. ناسب يعني أن تكون يعني كما صلاة النهار كما صلاة يعني الليل. ظهر ربعة، عصر ربعة، مغرب ثلاثة، صافي 11 ركعة تاع النهار. ثم جينا يعني في الليل نفس الشيء. ولذلك ورد في الحديث أن المغرب صلاة المغرب وتر النهار. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال المغرب وتر النهار، يعني كان معنى صلوات النهار نوتروها بالمغرب اللي فيها ثلاث ركعات. واضح هكذا. إذن فبالتالي بعض أيضا الروايات تجي فيها 13 ركعة كما سيأتينا. 13 كيفاش 13 هذه؟ منين ركعتين زايدين؟ قالوا فانضم إليها صلاة الصبح. إذا كان عددنا صلاة الصبح من صلاة النهار لأن بطلوع الفجر، بطلوع الفجر بطلوع معنى طلوع النهار بدأ النهار، وقلنا أن هذا أنها صلاة النهار، النهار من الصبح إلى المغرب. وبالتالي لما نزيدوا الركعتين تاع الصبح يعد عندنا 13. وردت بعض الحديث بأنها فيها كان يصلي 13 ركعة هكذا. وبعضهم قال يعني كان يبدأ يعني في الليل يبدأ بركعتين خفيفتين كما سيأتينا. كان يبدأ لما يبدأ القيام صلى الله عليه وسلم يبدأ بركعتين خفاف بصور خفيفة، يعني كان يستفتح بها يعني صلاة الليل ثم يبدأ القيام هكذا. وبالتالي تعد 13 ركعة. كما أن أيضا يعني صلاة الصبح يمكن نزيدوها مع الظهر والعصر والمغرب تعد 13. هذه حكمة يعني استنبطها الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. ثم لاحظوا هذا الكلام الأخير الذي قالته عائشة، يعني كيف يعني أنك تنام قبل أن توتر. فقال صلى الله عليه وسلم هذا المعنى العجيب الذي ذكره اللي يعتبر من خصائص النبوة، قال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. وهذه فيها يعني معناها عظيم جدا. قال العلماء هذا من الخصوصيات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إن القلب إذا قويت حياته بالذكر ويعني الاتصال بالله تعالى لا ينام إذا نام البدن، لا ينام إذا نام البدن. وفعلا الإنسان يعني لما يصل إلى درجة عالية من الإيمان يحس كأن قلبه يرقص فرحا وطربا سرورا سعادة يعني باتصاله بالله، من كثرة الذكر وكثرة تعرف عن القراءة وكثرة تعرف عن الإيمان وكثرة تعرف عن المراقبة لله عز وجل والشعور بمعية الله تبارك وتعالى، يحس بواحد فرحة عجيبة جدا. مجرد أي ذكر يذكر به الإنسان تدمع العين. وهذه المشكلة تاعنا احنا يا إخوان، هذه مشكلتنا احنا. كل واحد يسأل نفسه قديش عقب عليا المدة ولم تظرف عيني دمعة في سبيل الله عز وجل؟ قديش؟ سمانة، سمانتين، شهر، شهرين، عام. تعبوا علينا صلاة التراويح كاملة، احنا نسمع الإمام يقرأ القرآن الكريم ختمة كاملة كل يوم، يفوت علينا رمضان نتفكروا هل دمعت عيني في سبيل الله عز وجل يوما؟ جفاف. وذلك عندما تقحط العين قحط كالصحراء القحط لما يكون القلب جاف موش حاضر مع الذكر، هذه المشكلة.
بل اليوم يعني جيبونا أحسن القراء أحسن الأصوات، يعجبنا الصوت والأذن فعلا تطرب، ولكن لا تصل المعاني إلى القلب. ولذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قلبه دائما مع الله عز وجل، دائما حاضر، ما يخيبش أبدا، حتى ولو يعني عينه يعني فعلا كما ورد في الحديث قال تنام عيني ولا ينام قلبي. كيف ينام قلبي؟ نعم، احنا ينام قلوبنا، تنام خلاص يعني روح يفقد الوعي وتفقد المسؤول، كيف كيف ترقد؟ بينما النبي صلى الله عليه وسلم دائما قلبه مع الله عز وجل، مع الملكوت، مع الملأ الأعلى. لما ترقد نايمة طبعا. نعم؟ لما ترقد نايمة. القلوب القلوب. إيه؟ لما ترقد نايمة. بلا رقد. نعم. إذن قال إن القلب إذا قوي قويت حياته لا ينام البدن. لا ينام إلا إذا نام البدن، ولا يكون ذلك إلا للأنبياء. هذا الحياة القلب هذه الدائمة، حياة القلب دائمة. ولذلك يعني ورد أن يعني أحد الصحابة اسمه حنظلة تلقى معه سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فيعني سأله عن حالي قال نافق حنظلة، يعني شو رح يقول لي منافق، فقال كيف تقول هذا الكلام؟ فقالوا نعم، قالوا لما نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم نسمع القرآن نسمع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم نحس روحنا كأننا نعيش مع الملائكة، لكن لما نخرج من عنده ونروح لديارنا ونشوف زوجاتنا ونروح الأسواق ونروح يروح علينا ذاك الشعور ذاك الإيمان. قال له سيدنا عمر سيدنا بابا قال والله حتى لا نلقى شيء هذا صح، أي نروح من النبي صلى الله عليه وسلم نسقصه. فرح النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قالوا الكلام هذا اللي قالوا حنظلة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ساعة وساحة، ساعة وساحة. ما تقدرش يعني أنك تبقى دائما القلب في حالة اتصال دائما مع الله عز وجل، ما يمكنش، ما يمكنش. ممكن يعني معناه الإنسان قادر على أن يعني تتوسع المدة، توسع المدة بكثرة الحضور كما ذكرنا قبل اليوم، يعني وأنه هذه مسألة بده يدرب عليها الإنسان نفسه، يدرب نفسه الإنسان على يعني فعلا الحضور الدائم مع الذكر، القلب دائما أن الله يراقبني، أن الله معي، أن الله ناظري، أن الله يعني فعلا قريب مني، يحاول يعني يبقى مدة 30 ثانية 60 ثانية ويزيد 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 ويزيد، ممكن هذا هو الحضور، كثرة المذكور ودوام الحضور كما قال أبي مدين رحمه الله تعالى في تعريف الذكر، كثرة المذكور ودوام الحضور. فلما تحضر مدة هنا فعلا يعني تحس بواحد اللذة عجيبة جدا، هذه لذة الإيمان والشعور بأنك مع الله عز وجل، وأن الله قريب منك، أن الله معك، أن الله يراقبك، أن الله يشاهدك، أن الله معك. هذا المعاني العجيبة جدا، هذه لازم تكون تحضر. وهذا هو الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هو ما يغيبش عليك، المشكل فيك أنت اللي تغيب عن الله عز وجل، هذه المشكل، إحنا اللي نغيب عن الله عز وجل، بينما الله عز وجل لا يغيب عنا أبدا، وما كنا غائبين، دائما حاضر الله عز وجل مع الإنسان، المشكلة في الإنسان هو الذي يغيب عن الله هكذا. إذن وبالتالي فهذه خاصة بالأنبياء، أن يبقى القلب دائما في حال اتصال مع الله عز وجل. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم وقال إن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، لا تنام قلوبنا، هذا خاصة بالأنبياء. قال عبد الله بن عباس ولذلك رؤيا الأنبياء وحي، حتى كي يرقد النبي بحكم قلبه أنه دائما بصلة مع الله عز وجل، فأي رؤيا يراها وحي،
كما يعني فعلا ذكر الله تعالى أنه في قصة إبراهيم عليه السلام قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، رأى في المنام رؤيا فحققها لأنها وحي. نعم، تقولش بالله غير منام فقط، لا هي وحي من الله عز وجل، دلالة على أن القلب يؤمر بأوامر وهو نائم في حال يعني فعلا نوم العين طبعا، لا ليس بنوم القلب. نعم، قال ولو سلط النوم على قلوبهم، لو سلط النوم على قلوب الأنبياء لكانت رؤيتهم كرؤية غيرهم. نعم، لو سلط النوم على قلوب الأنبياء لكان يعني كما يشوفوا المنام الناس الآخرين كما يشوفوا الأنبياء كيف، بتقول لا يعتبر وحيا. ولذلك قال العلماء كان ينام صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى يسمع غطيطه، شخير يعني حتى يسمع غطيطه ثم يصلي ولا يتوضا، ثم يصلي ولا يتوضا، رغم ان الناس اللي كانوا يشوفون كانوا يشوفون يراقب ويسمعوا الغطيط، يسمعوا الشخير تاعه صلى الله عليه وسلم ينوض يصلي دون ان يعيد الوضوء، لانه متاكد فعلا انه على طهاره، لان غلبه النوم على القلب لا على العين، غلبه النوم على القلب لا على العين بالنسبه للانبياء عليه السلام هكذا. اذن وبالتالي يعني هذا معنى قول السيده عائشه رضي الله عنها يا عائشه إن عيني تنامان ولا ينام قلبي، وهذه قلنا كما قلنا من الخصائص. بعض العلماء يعني جمعوا كل خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لتفرد بها وما تشاركوش فيها الأمة أبدا مما خصه الله عز وجل في القرآن الكريم أو مما ذكره هو صلى الله عليه وسلم عن نفسه، وجمعوا هذه المعاني كلها أو الخصائص وسموها الشمائل المحمدية، كتاب يعني كتب كثيرة موجودة يعني الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى وغيره، الشمائل المحمدية. ومن ذلك ذكر شيء كثير جدا صلى الله عليه وسلم، كان لما يمشي مع الناس يقول متركوا ظهري للملائكة، ما تمشوا ورايا، تركوا ظهري للملائكة. وكان لما يتقدم صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة إمام من الناس يقول سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، عجيب، سووا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، خاصية فيه خاص بها صلى الله عليه وسلم. نعم، وغيرها من يعني الخصائص. كذلك إذا كما مر بنا وقرينا يعني كثير حاجة شق صدر اللي وقعت له عدة ثلاث مرات، قال العلماء وقعت له قبل يعني أن يدخل إلى غار حراء مرة، وقعت له وهو صبي يرعى مع إخوانه في صحراء بني ساعدة يعني عند حليمة السعدية، وقعت له مرة، ووقعت له قبل أن يأتيه جبريل لإسراء والمعراج، ثلاث مرات وقعت له حادثة شق صدر. وسمع الملائكة لما يعني فعلا أخرجوا قلبه وغسلوه بيعني إناء ماء جاء من الجنة، سمعهم يقولون كما ذكر صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا هذا حظ الشيطان منك، هذا حظ الشيطان منك، معناه أن قلبك يستحيل أن يقربه شيطان أو يوسوس له شيطان، بل قال في حديث أن الله أعانني عليه فأسلم. بعضهم يقول أسلم معنى دخل في الإسلام، وبعضهم يقول لا أسلم بمعنى أنه استسلم حيث يعني لا يستطيع أن يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم. بل قيل أنه مرة كان يصلي صلى الله عليه وسلم في الليل فيعني فعلا جاءه شيطان بشهام، عنده شهاب بنت عرار، قال فأخذه من رقبته حتى أحسست، قال أحسست ببرد لساني على يدي، خرج لسانه من الخنق هذاك الشيطان هذاك على يعني فعلا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولولا تذكرت يعني دعوة أخي سليمان
ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، قال ربطته بساري من سواري المسجد ولا أصبح أولاد المسلمين يلعبون به في الصباح. هذه كلها خصائص من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني فعلا يشارك فيها أحد، وغيرها كثير كثير كثير. منها كما قال العلماء أن الله تعالى أباح له بأن يتزوج بأكثر من أربع. معروف أن المسلمين يعني لا يجوز للرجل المسلم أن يزيد على أربع نساء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى تسع نساء. هذا من خصائصه، هذا مما أخصه الله عز وجل به. وإذا قال له حتى في القرآن الكريم هذا المعنى، مش يقول الله عز وجل في سورة الأحزاب لا يحل لك النساء من بعده، يعني بعد هذا العدد اللي عندك لا يحل لك النساء من بعده، خلاص يزيك هكذا ولو عجبك حسنهن كما قال.